مواضع استطرار الضمير وجوبا، يعني يكون الضمير لابد ان يكون مستتر. ماذا؟ في فعل الامر للمفرد المذكر، يعني انا اقول فعل امر لمفرد ومذكر، مثل اكتب، اجلس. فهمتم؟ لابد ان ننظر مفرد ومذكر، لانه اذا كان انس اجلسي الياء هنا ستكون فاعل، اذا الضمير ظاهر ليس مستتر. فهمتم؟ اذا هنا مثل ماذا مثلا؟ أنا أقول مثلا اكتب درسك. أين الفاعل هنا؟ اكتب. أين الفاعل؟ أنت. نعم، الفاعل هنا مستتر تقديره أنت، لأن ماذا؟ فعل أمر لمفرد واحد فقط. درسك. وماذا؟ ومذكر. مفعول به درسك. نعم، فهمت؟ اكتب، إذا اكتب فعل أمر مبني على ماذا؟ على السكون، وفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. ودرس مفعول به منصوب علامة نصبه فتحة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. لا، خبر في محل جر بالإضافة. اسم، سبحان الله. فهمتم؟ أنا قلت اسم، لذلك انا قلت ماذا؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتحه وهو مضاف. فهمتوا؟ هكذا قال الله تعالى في القران. اكتب مثل ارى مجموعه هذا بسيط. قال الله تعالى في القران اذهب الى فرعون انه طغى، يعني الله يتحدث مع سيدنا موسى مفرد. انظروا اذهب، اين الفاعل؟ انت. اذا الفاعل اذا فعل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ أنت. طب هنا إذا إلى فرعون. لا، نعم. أنا قلت فرعوني. لا، قلت ماذا؟ فرعون. لماذا ممنوع من الصرف؟ على بيت العجل. نعم، إذا هنا لذلك هنا نقول هنا اكتب فعل ماذا؟ أمر مبني على السكون، والفاعل ماذا؟ ضمير مستتر تقديره أنت. فهمتوا؟ تقدير في التقدير أنت. فهم؟ مثل كأنني أقول اكتب أنت درسك. فهم؟ في العمل على السكون ماذا؟ تقديره أنت. فعل على السكون وبعد ماذا؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أنت. تقدير. طب هنا ودرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتح. طب وأين وهذا؟ ضمير. ضمير منفصل أم متصل؟ ضمير؟ منفصل صحيح؟ لا لا، متصل. متصل. نعم، متصل. علامة مبني على الفتح في محل في محل جر. نعم، صح. في محل ماذا؟ جر بالإضافة. في محل جر. نعم، جر ماذا؟ بالإضافة. فهمتوا؟ طب هنا إذا دائما إذا أنت تريد أن تعرف إعراب تجد فعل أمر، ولكن لابد أن يكون للمفرد المذكر، يعني مفرد واحد فقط للمذكر. طب لماذا أنا أقول دائما للمفرد المذكر؟ لماذا أنا أؤكد على هذا؟ لماذا؟ لأنه إذا للمفرد المؤنث مثل اكتبي، الفاعل الياء هذه هنا ظاهر ليس مستتر. او انا قلت اكتب، الفاعل الواو. اما اذا انا قلت للمثنى اثنين اكتب، الفاعل الالف الاثنين. فهمتم؟ اذا الفاعل هنا ماذا؟ يوجد ظاهر. اما هنا الفعل الامر للمفرد المذكر فقط. فهمتم؟ طب هو الفعل المضارع، اولا الفعل المضارع، الفعل المضارع المبدوء بالهمزه، ممدوح
المبدوء بالهمزة، يعني مثلا أنا أكتب الدرس. من يستطيع أن يعرف هذه الجملة؟ أكتب هذا أنا فاعل. أنا هذا أنا فاعل. مبتدأ. إذا سأقول ضمير منفصل مبني على سكون في محل رفع مبتدأ في محل رفع ماذا؟ وأكتب في المضارع مع فعل مضارع مرفوع على علامة رفعه. والدرس على الخبر. طب هنا والدرس مفعول به خبر. نحن في مستوى 17. الخبر جملة فعلية والجملة الفعلية في محل رفع خبر. فهم؟ المهم نحن نريد الخبر الآن. أين الفاعل؟ فاعل أكتب أنا. نعم أنا. إذا الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لأن هذا مبتدأ لا يجوز أن يكون فاعل. إذا يوجد ضمير آخر هنا مستتر تقديره أنت. فهمتم؟ فإذا سنقول فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. فهمتم؟ انظروا، أنا أقول الفعل المضارع المبدوء يعني في البداية، في ماذا؟ البداية. فهمتم؟ المبدوء بماذا؟ بالهمزة. المبدوء بالهمزة. فهمتم؟ نعم. إذا هنا كله هذا كله ضمير، هذا ضمير في محل منفصل، ضمير في محل ماذا؟ رفع مبتدا. مبتدا، وهذا فعل ضارع مضارع مرفوع على رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. أنا. وهذا مفعول به. والجملة هذا في محل رفع خبر، سنأخذها بعد إن شاء الله. فهمتم؟ فهمتم هذا؟ هنا الفعل المضارع المبدوء بماذا؟ لذلك إذا تجد فعل مضارع مبدوء بالهمزة تعرف أن الفاعل ماذا؟ مستتر ليس مضارع. بس هو يكتب الدرس كيف؟ هنا النون مثل مثلا ممكن نقول نحن نكتب الدرس، أو ممكن نكتب الدرس فقط، ممكن نكتب الدرس. إذا نكتب فعل مضارع والدرس مفعول به. طب أين الفاعل؟ نحن. نحن. فهمتم؟ الفاعل ضمير مستتر الضمير مستتر تقديره نحن. طب هنا تكتب مثلا، إذا أنا قلت مثلا فاطمة تكتب الدرس. من يستطيع أن يعرف هذا؟ ما يعرف فاطمة؟ هل فاطمة فاعل؟ لا، اسم في بداية الجملة مبتدأ. نعم مبتدأ. طب ما إعراب تكتب فعل مضارع مرفوع صحيح؟ والدرس مرفوع به. أين الفاعل؟ هي. نعم ضمير مستتر تقديره. فهمتم؟ إذا انظروا الفعل المضارع المبدوء بماذا؟ بالهمزة.